بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير حلم رجل غريب ينظر إلي في المنام. فيدل الرجل الغريب الذي ينظر إلى الشخص على السرور والسعادة التي سوف تصيب صاحب الرؤيا، وخاصة لو كان هذا الرجل جميل الشكل. ويدل تفسير حلم رجل غريب ينظر إلي على المرض أو السقم الذي يصيب صاحب الحلم لو كان هذا الرجل قبيح الشكل. وإذا كان هذا الرجل الغريب ينظر إلى الشخص ويرتدي ملابس بيضاء وذات رائحة زكية، فيكون هذا ملك من الملائكة موجود معك في المنام، والله تعالى أعلم. وكذلك قد يبشر نظر الرجل إليك في المنام، فإذا كان يرتدي ملابس بيضاء فيدل على وجود بعض الأحداث السعيدة أو السارة في حياة صاحب هذه الرؤية. وإذا كان الرجل الغريب يقوم بتحديق العينين بشدة أثناء النظر إلى الشخص، فإن هذه الرؤية تدل على ارتكاب صاحب الحلم الكثير من الأفعال المحرمة. ويقال في تفسير حلم رجل ينظر إلي ويبتسم أنه يدل على الخير والنفع الذي سوف يصيب صاحب الرؤية في القريب العاجل. ولو كان حديث الرجل الغريب في المنام مع صاحب الحلم بصوت هادئ وجميل، فإن ذلك بشارة بالأخبار السعيدة التي سوف تأتيه. وإذا كان حديث الغريب على شكل نزاع أو صراخ، فهو يشير إلى وجود الخصومة أو العراك مع صاحب الرؤية. وكذلك جاء في تفسيرات تفسير حلم رجل غريب ينظر إلي أنه لو كان هذا الرجل الغريب جميل المنظر ومريح النفس، فإن هذه الرؤية تشير إلى تيسير الأحوال لصاحب الحلم. ويقال في تفسير رؤية رجل غريب للعزباء عدة تفسيرات مختلفة، فإذا كان الرجل جميل المنظر فإنه قد يشير إلى وجود بعض الأخبار السعيدة التي سوف تنتظرها، والعكس إذا كان قبيح المنظر. وإذا كان الرجل الذي ينظر إلى الفتاة هو رجل معروف بالنسبة لها، فإن هذه الرؤية تشير إلى تقدم هذا الرجل لخطبتها والارتباط بها. وإذا كان الرجل غير معروف لها، وإذا كان شكله قبيح ومريض وعجوز، فإن هذا يدل على وجود الكثير من المشاكل والمصائب في حياة هذه الفتاة. وإذا كان الرجل معروفا بالنسبة للفتاة ولكنها لا ترتاح له ولا لنظراته، فإن ذلك يدل على أن هذا الشخص سوف يسعى لأذى هذه الفتاة وعليها أن تحذر منه. وكذلك يقال في تفسير حلم رجل غريب ينظر إلي إلى أنه قد يدل نظرة الرجل المجهول القبيح في منام الفتاة العزباء على وجود بعض المشاكل والصعوبات في الزواج في حياتها. ويقول الإمام ابن سيرين أن تفسير حلم رجل معروف ينظر إلي قد تدل على إعجاب صاحب الحلم بالشخص في الحقيقة، فإذا كان الرجل الذي ينظر إلي غير محبوب بالنسبة لصاحب الحلم، فقد يكون هذا إشارة إلى وجود بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه صاحب الحلم في حياته. وإذا شعر صاحب الرؤية أنه قلق من نظرات هذا الرجل، فإن ذلك يدل على وجود أمر ما في حياة صاحب الرؤية يسبب له القلق والتوتر. وقد يكون نظرة الرجل المجهولة في المنام هي دليل على الخوف من المجهول أو الخوف من أمر معين موجود في حياة صاحب الرؤية. فإذا كان الرجل عابس الوجه أثناء النظر إليك وكان هذا في منام الشاب، فقد يكون إنذارا على ارتكاب هذا الشاب للكثير من الأفعال الخاطئة، وعليه مراجعة نفسه. ونظر الرجل الغريب
قد تكون مؤشراً إلى الانتباه إلى التصرفات التي يقوم بها صاحب الحلم، وخاصة إذا لم يرتاح صاحب الحلم لهذه النظرات. وكما ورد في تفسير حلم رجل غريب ينظر إليه أنه قد يكون نظر الشخص لشخص يعرفه في المنام بشدة دليل على الحقد والحسد الذي يحملهم ذلك الشخص في الحقيقة. وإذا رأت الفتاة العزباء رجلاً معروفاً بالنسبة لها ويقدم لها هدايا، فإن هذا يشير إلى النجاح والحصول على أعلى الدرجات في الاختبار. وأما رؤية الرجل في المنام للفتاة بوجه عام فهو يبشر بسماع الكثير من الأخبار السارة في المرحلة المقبلة. وإذا كان الرجل ضعيف الجسم وشكله حزين فقد يكون هذا إنذار بالفشل في الاختبار أو العمل أو الزواج لهذه الفتاة. ويقال في تفسير حلم رجل ينظر إلي بإعجاب أنه يدل على الخير الكثير الذي سوف يناله صاحب الحلم من هذا الرجل، وخاصة إذا كان يعرف هذا الرجل. وإذا كان الرجل غريبا وعابس الوجه وغير معجب بك فإن ذلك يشير إلى وجود بعض المشاكل والهموم التي تحيط بحياة صاحب الرؤية. كذلك الحال لو تمت رؤية المرأة الغريبة تنظر إلى الشخص في المنام فهي تكون على حسب هيئة المرأة. وإذا كان الرجل الغريب الذي ينظر للفتاة في المنام شخصا تعرفه فقد يكون ذلك إشارة إلى إعجاب هذا الشخص بها. وإذا كانت نظرة الشخص بإعجاب نظرة قوية وحادة فهي تدل على قوة المشاعر الذي يكنها هذا الرجل، وفي الغالب تأتي هذه الرؤية في منام المرأة. قد يكون الرجل الغريب الذي ينظر للشخص في المنام بإعجاب هو دليل على تمتع صاحب الحلم بالأمان والحماية التي يشعر بها. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.